طه، انت ايه اللي رجعك؟ وايه ده؟ جه عشان قابل جدي. جدك زمان ونام. ما انا ادخل ابات في البيت واطلع له بكره الصبح. بلاش. يعني بلاش؟ يعني بلاش تطلع. بلاش تصغر لي الصغره دي عشان انا شخصيا بقلق. ما هو صحيح ما انه بالمخلص غير تقطيع هدومه، عشان كده بقول لك بلاش تطلع. انا مش فاهم ايه اللي يمنعني نقابله احنا. الشهامه والمروءه يا طه. اه فاطمه غصبوها تتجوز المعلم سعد، بعدين انت ما كسرت كلام جدك وما رضيتش تتجوزها، والبيت في حاله كرب، وكله عمال يقول، كله من تحت راس طه، كله من تحت راس طه، وعايز تطلع.